بسبب نزوات الداخلية والتغيير الديمقراطي في كل بلد أوروبي. علينا أن نلاحظ كذلك ولو أقيم في هذا المجال يعني على مستوى الشك وعلى مستوى الجوهر من ناحية دمشق أن أشير إلى مسألة الجوار الإقليمي. الاتحاد الأوروبي لم يتعامل للأسف مع الجوار الإقليمي كما يجب أن تكون عليه هذه العلاقات. أعطيكم مثال واحد بالنسبة للمغرب، ولو أن المغرب وجد في الأخير أن هناك إمكانية لربط علاقات قوية مع كل من ألمانيا وإسبانيا، لكن حليفه التقليدي الذي هو فرنسا أعرض عن ذلك بشكل غير مفهوم، لأن فرنسا كان يفترض أن تكون هي القاطرة المركزية لربط الاتحاد الأوروبي بالضفة الجنوبية المتوسط وبالقارة الإفريقية. من بين الملاحظات التي كتبتها تهم بالأساس من سيربط هذه العملية بين أوروبا وجوارها الإقليمي. عندما عاد مشروع الربط القاري بين إسبانيا والمغرب إلى الواجهة له معنى دقيق، وهو أن الارتباط بالطريق السيار وبالموانئ الثمينة الداخلة التي سيكون من أعظم الموانئ في هذه المنطقة ستكون كل هذه بالإضافة إلى اللوجستيك الذي يوفره المغرب ستكون الوسائل الكبرى لبناء تكامل أوروبي جنوبي. ولا يمكن للقارة الأوروبية أن تحقق أهدافها دون هذا التكامل المشهود. حتى بالنسبة لإشكالية الهجرة، أظن أن أوروبا تعاني من شيء مهم وهو عدم حتى التكامل في الرأي بين الأطراف الأوروبية فيما يتعلق بمصير هؤلاء المهاجرين أو اللاجئين. إيطاليا تعتقد أنها تتحمل مسؤولية كبرى ويصل إليها ربما الآلاف يومياً، لكن امتصاصه داخل القارة الأوروبية باستثناء ألمانيا باقي البلدان الأخرى تتعد أو تتخذ بعض النزوات الإنفرادية التي لا تمثل التضامن الأوروبي الذي تحدث عنه شمال. العنصر الثالث المهم هو الاختبار الذي تمر به القارة الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا. هذه الحرب كذلك كانت نتيجة للأخطاء، كان بالإمكان تجاوز ذلك، وكانت هناك عدة إمكانيات لا يتسع المجال لمناقشتها، ولكن ربما الولايات المتحدة هي التي فرضت هذه الحرب على الأوروبيين ومنعتهم من يؤكدون بالاعتراف بحقوق لروسيا في هذه المنطقة حتى يبقى الاستقرار مسيطرا على القارة. لن أطيل فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، أصل مباشرة إلى نقطة مهمة أخرى وهي تتعلق اليوم وهذا من مظاهر التردي، الأزمة الاقتصادية الخارقة. هي نتيجة حتمية لما تعرفه أوكرانيا، لأن بوتين عقد على نفسه أن يستعمل سلاح الغاز وسلاح الأرض المحروقة داخل أوكرانيا وسلاح أزمة الغذاء لأزمة الغذاء العالمي يضعها وسائل، وهو يعتبر كما قالت إحدى الخبيرات في إيطاليا أعتقد ناتالي تشكوشي كانت خبير قالت بأن بوتين الآن غير مهتم بالزمن، بل هو يستثمر الزمن لصالحه في أزمة أوكرانيا، ولن تتمكن أوروبا من تجاوزه بحال من الأحوال، وبالتالي فهو حتى إذا ما ظهرت من بعض البلدان، لأن هذه البلدان الأوروبية ربما وزعتها إلى طريقين، أحدهما قريب جدا من أوكرانيا مثل بولونيا أو رومانيا، هذه البلدان تريد الزيادة في حجم العقوبات ضد روسيا وتشديد موقف القارة، لكن الدول الأخرى مثل فرنسا مثل ألمانيا مثل إيطاليا ربما تبحث عن الفرصة المناسبة لتجاوز هذا المضر المسدود والتوصل إلى نوع من التوافق قد يكون على حساب أوكرانيا مرة أخرى. وبالتالي الوضعية صعبة بالتأكيد، والقارة ستعاني سواء من ارتفاع نسبة التضخم التي أصبحت لا تطاق، سواء نتيجة لانفلات أوبك من هيمنة الغرب بشكل عام هي اليوم تحدد أسعارها وسقف الإنتاج والتوزيع بطريقتها وتقفل الباب على الآخرين، كذلك فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى حالة الركود الاقتصادي داخل القارة. اليوم علينا أن نعترف بأن الرخاء
الإمكانيات الاقتصادية تنتقل بشكل قوي من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي. لم يتحدث أي منا سابقاً عن ما ستحدثه عملية بريكس في هذا المجال. هذه الدول التي اختارت قبل مدة غير بعيدة من الزمن أن تلتقي بين بعضها البعض، بين روسيا والصين وجنوب إفريقيا، هذه البلدان جاءت لتجمع في آن واحد قوة اقتصادية وقوة عسكرية لبناء نظام عالمي جديد. والكثير لم يفهم سبب إضافة العربية السعودية والإمارات العربية، فهي مصدر مهم للصناديق السيادية التي ستدعم المشروع الكبير للمستقبل. وهذا المشروع سيضرب في العمق الدولار الأمريكي والأورو الأوروبي. هو مشروع يهدف إلى خلق عملة جديدة قد تظهر في مدة غير بعيدة من الزمن. هو يهدف إلى خلق تحالف قوي عسكريا واقتصاديا وحتى تكنولوجيا، فآسيا تتوفق أو تتفوق على الغرب في هذه الميادين. لن أطيل وأقف عند هذه لحظة لأقول إن دراسة هذا الموضوع تهمنا كذلك، وأنا أشد بيدي بقوة على أستاذنا وعميدنا معالي الوزير السيد محمد بن عيسى، وأشكره على هذه المبادرة. أنا قد يقول هذا البعض بعد أن هذا الموضوع يخرج عن مجالنا، لكنه هو جوهر المجال الذي علينا أن نهتم به. شكرا جزيلا. إذا كان هناك تساؤلات أفتح لها تساؤلات.